يا عيني أطيب فلافل. شوفوا اللون بشهي، هي قلبها من جوا. شوفوا قديها هشة ومستوية، ما أنا معجنة. تعال نشوف طريقتها مع بعض. بيلزمني حمص منقوع قبل بيوم، أقل شيء 15 ساعة لحتى تنفش الحبة معنا وتصير بهذا الشكل. لما أضغط عليها تطلع طري. صفيهم واغسلهم. هلا بعد ما غسلتهم بدنا نحط لهم مكونات. أول مكون مهم للفلافل هو الكزبرة. أنا بحب أحط حب صحيح مثل ما شايفين، معلقة مليانة، نصف كيلو من الحمص الحب المنقوع. والعنصرين الثانيين هني التوم، رح أحط 3 حصوص بالإضافة للبصل. البصل دائما لما بنزيده بيعطي لطشة لقرص الفلافل ولون غامق، فبنصحكم ما تكتروا، حطوا قطعة بهذا الشكل. هلا هاي بصلة صغيرة نصها يعني حطيتها، وثلاث حصوص توم. كلنا بنحب نحط بقدونس وكزبرة خضراء بقلب الفلافل، لكن لما بنقليها كمان بيطلع القرص غامق. لحتى ناخذ نكهة طيبة ويطلع القرص أشقر بنصحكم تحطوا الساء فقط مثل ما شايفين. أنا أخذت ساء البقدونس بهذا الشكل بدون الورق، بيعطي نكهة قوية ولون أشقر بجنن. وهلأ شوفوا كيف. لسه في إضافات تانية. أول شي بدي أطحن الحمص على الوجه الناعم دور، بعدين شوفكم باقي الخطوات. وهلا بعد ما طحناهم أول وجه على الناعم نضيف باقي المكونات. عندي هون فلفل أسود، معلقة شاي، كمون معلقة شاي، فليفلة حمرة حلوة أو حرة حسب الرغبة كمان معلقة شاي، وأكيد الملح مندوق حسب ما بدنا. نعمل لهم تقليبة خفيفة بعدين بنرجع نطحن على الوجه الناعم مرة تانية. الله يعطيك العافية يا زوجي العزيز، ما تشتغلي لحالك دائما، خلي زوجك يساعدك، هيك أكلي بده مساعدة. هلا بعد ما طحنا العجينة مرتين على الناعم شوفوا قوامها كيف صار، بتجنن. هلا بدي أضيف لها البيكنج صودا أو الكربوني، معلقة شاي. شايفين هي معلقة الشاي الصغيرة بتكفي لنصف كيلو من الحمص المطحون. شايفين معلقة الشاي تكون مليانة بدون بيكنج بودر. نخلطهم حتى تتفاعل العجينة مع البيكنج صودا أو الكربوني. هلا ما راح اضيف مي، بعدين بشوف قوام الفلافل وبشوفكم كيف لازم يكون لما بدنا نقليه. راح اتركه ربع ساعة لبين ما احضر الصلصة تكون تفاعل واخذ مفعوله. بدي اقول لكم ملاحظة، البيكنج باودر او البيكنج صودا اذا حضرتوهم مع الفلافل مو شطارة انكم تكتروا، لان اذا كترتوا من هي الخمائر راح يسود القرص معكم ويطلع غامق بالقلي. تمام؟ أول صلصة هي الحد. عندي 3 معالق من الكاتشب، معلقة مليانة من دبس الفليفلة، عصير ليموني، سناية توم مدقوقة كبيرة، ملح حسب الرغبة، رشة كمون، رشة فلفل أسود، وآخر شيء زيت الزيتون. وبنخلط مع بعض. هاي الصلصة كتير كتير طيبة جنب المشاوي، جنب الكباب، الكباب، الفلافل، السندويش بشكل عام، البطاطا المقلية. بتجنن. كمان بحط معها شوية بقدونس مفروم، وهيك بتكون عندي جاهزة. صوص التراتور أو الأبيض، عندي 3 معالق من اللبن الزبادي، طحيني كمان 3 معالق، عصير ليموني، ملح حسب الرغبة، رشة كمون صغيرة، ورشة فليفلة صغيرة، شوية مي. بنحركهم. الطحيني عندي سميكة لهيك إضافة المي بتعطيها قوام ممتاز. شوفوا كيف تسمك. بدي ارجع خلطها كمان. التوم مكون رئيسي نسيته، كمان حص مدقوق. هاي صحن خضرة مدلل. هلا بعد ما مضي ربع ساعة بنشوف قوام الفلافل. عندي هذا القالب
كيف بعرف العجينة ناجحة؟ باخذ العجين وبلبسه بالقالب بدون ما اضغط عليه بالنص، فقط الحواف مثل ما شايفين مع ضغط خفيف، بعمل ثقب بالنص. شوفها اذا نزلت فورا اصبح العجيني تمام، بينما انا بدي نزله هيك غصب عنا ما بيمشي الحال، بيطلع القرص ناشف وقاسي بالقلي. فلازم تنزل العجيني معكم بهاي الطريقه، تكون العجيني رطبي، يعني كل شوي مثلا بحط جنبي مي، هاي المي بخليها جنبي، اذا لقيت العجيني ناشفه برجع بسقي شوي مطرح ما انا بدي اقلي فقط. يعني بعد هدول بالاول بعمل هوني جنبي كميه وباخذ قوامهم مثل ما قلت لكم ينزلوا من القالب فورا. وهلا رح نبلش قلي. بنحط الزيت ونخليه حامي، يعني ما يكون عم يدخن اكيد ولا يكون بارد، حتى يطلع قرص الفلافل من جوا مستوي، من برا كمان مقرمش، ما يكون من برا اخذ لون، من جوا لساته معجن. فالحراره كمان بنتحكم فيها. هلا بقول لكم كيف اثناء القلي. نختبر الزيت، ظهرت العجينه فورا، اصبح الزيت صار تمام. بنقلب اللي اخذ اول وجه هاي الطريقه، شايفين شوفوا العجينه بلشت تنشف، برجع بسقي لها شويه مي هون بهي الطريقه، تركيب خفيف وبحرك لازم تطلع رطبه. نعبيها بالقالب بدون ما نضغط للوسط، فقط من الاطراف مثل ما شايفين، بعملها ثقب بالنص. شوفوا هدول ما احلاهم. طبعا اللي حطيته اول شيء ما بقرب عليه لحتى يتماسك، بعدين بلش بقلبه. هلا هديت النار شوي، ليش؟ حتى تستوي الفلافل من جوا ومن برا تاخذ قرمشه، بينما اذا كان الزيت طول الوقت حامي جدا رح تضل الفلافل من جوا معجنه ومن برا بس اخذ لون وغامق. فانتبهوا كمان للنار. شوفوا شوفوا، يا سلام، شايفين كيف متماسكين؟ هلا نار وسط حاططهم انا. بنشيل هدول اللي طلعوا اول شيء، شوفهم احلاهم، شايفين لون الفلافل شو شقره؟ بتشهي على النصفاي فورا. ناخذ هدول اللي استووا، اسمعوا القرمشه، بتحبوا كمان مع سمسم اختياري، بيعطي كمان نكهه طيبه. بسم الله. اكبر غلط تجيبي مي وتغطس القالب لحتى تنزل العجينه، رطبي العجينه ونزليها من القالب عشان ما يطرطش الزيت ويصير يفقع ويطلع لبرا ونحترق. بشهي هي قلبها من جوا، شوفوا قديها هشه ومستويه، ما انا معجنه. ما بتحلى الفلافل الا بالسماء. حترشي هيك. جربوا الطريقه واعطوني رايكم بالتعليقات، لا تنسوا تعملوا لي فولو على حسابي على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي على اليوتيوب. تشرف فيكم، سلام.